ولدت في فريق كانو اللي احنا نسميه حي كانو، من احد الاحياء المعروفة في مدينة المنامة عاصمة مملكة البحرين. درست في مدارس البحرين الحكومية، والصراحة أنا مفتخر أن أنا درست في المدارس الحكومية لأن أعطتني خبرة أن كلنا كنا مجتمعين، ما في مثل ما أقول ما في طبقية، ما في اختلاف، أن الواحد يقول أنا مذهبي كذا أو أنا ديانتي كذا. فأعطى الشخص إحساس أن هو يعني هو من مجتمع أو عائلة كبيرة فيها مختلف الأشخاص، فأعطانا التفاهم والحب والاحترام حق كل الأشخاص، والحمد لله مشيت عليه لأن شفت هالشيء دي مطبق عندي في البيت، البيت اللي أنا نشأت فيه، أنه ما كان في تفرقة من أحد ويحترمون الجميع وعندهم علاقات جميلة مع الأقارب والأصدقاء وأهل الحي. طبعا لا شك أن كل شخص وهو من صغره في عوامل تأثر عليه أنه شنو يبي يصبح لما يكبر. بحكم أنا نشأتي والدي كان مهندس معماري، وفي نفس الوقت كان يسافر كثير إلى إنجلترا، فبحكم أن أنا كنت دائما معاه فكنت دائما أروح إلى المطار، فكنت أشوف الطائرات، فصار عندي حب إلى الطائرات. وكان لما يرجع من السفر دائما يجيب لي مجسمات أو صور للطائرات، فصار عندي حب وشغف إلى الطيران. في نفس الوقت والدي كان عنده مجموعة من الفلل السكنية اللي كانت متقدمة في ذاك الوقت في الخمسينات من القرن الماضي، فبعض الفلل كانت تؤجر إلى السلاح الجوي الملكي البريطاني، فكنت أنا دائما أروح معاه إلى مطار المحرر، فصار عندي حب أن أشوف الطائرات. وفي نفس الوقت لما كبرت في المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية والثانوية، كان دائما رسوماتي تكون رسومات طائرات أو معارك جوية، وقررت أدرس الطيران. طبعا لقيت صعوبة في إقناع جدي الله يرحمه، لأن بعد وفاة والدي المهندس صلاح الدين، جدي المرحوم الحاج أحمد بن حسن إبراهيم اهتم في تربيتنا، لكن لما شاف اصراري ان انا بادرس الطيران وافق. ففي ذاك الوقت انا كنت احب الاشياء الحربيه، بس لعدم وجود سلاح جوي عندنا في البحرين قررت ادرس الطيران المدني، فدرست في معهد امبابه للطيران. في ذاك الوقت مصر كانوا يسمونها الجمهوريه العربيه المتحده، درست سنه واحده لكن مع الأسف ما قدرت أكمل لأن كان في حرب الاستنزاف، وحرب الاستنزاف هاي حرب كانت كبيرة وكانت وايد مهمة بين الصراع العربي والصراع الإسرائيلي. فقدرت مصر ورحت إلى قبرص وقدرت أكمل دراستي في الطيران، وتخرجت في أواخر 1970 وأخذت شهادة اللي هي يسمونها شهادة الطيران الأمريكية اللي نسميها FAA. في اعتقادي أنا أول طيار بحريني يدرس الطيران التجاري والآلي. الآلي معناه أنه يقدر يقود الطائرة من غير رؤية. لما رجعت البحرين مع الأسف
ذاك الوقت ما كان في طيران الخليج اللي يسمى باللغة الإنجليزية جلف إير، كان في جلف أفييشن اللي هي بعد بالعربي طيران الخليج. مع الأسف كان في كابتن هو المسؤول اسمه كابتن بوجر، لسبب من الأسباب هو كان يرفض أن يعني أن بحريني أنه ممكن يشتغل كطيار. مع الأسف ما شفت فقط منه من هالشيء منه، شفت حتى من المسؤولين أو حتى اللي يملكون شركة طيران الخليج في ذاك الوقت كانت تملك حكومة البحرين، وكانت تملك بعض الأسر البحرينية المعروفة مثل رجل الأعمال حسين يتيم وعائلة يوسف بن أحمد كانو وعائلة فخرو درويش فخرو في قطر ورجل الأعمال خليفة القصيبي. فطبعاً كان مثل ما يقولون كإحباط شديد، لأن دراسة الطيران في ذاك الوقت مكلفة، فأنا كلفتني طبعاً الحمد لله عائلتي هي اللي دفعت المصاريف ويدي الله يرحمها ما قصر، كلفتني 21,000 دينار. 21,000 دينار في ذاك الوقت من غير مبالغة كان بالإمكان تكلفة بناء فيلا طابق واحد من 3 حجر نوم ب3,500 دينار. فيعني كنت تقدرين تبنين فيها في حدود بين 5 إلى 6 بيوت. فاشتغلت مع أخوي المهندس محمد صلاح الدين لمدة سنة. هو قال لي ليش ما تترك الطيران وتدش في التجارة؟ أنا كمهندس أشوف أن البحرين عندها نقص في بعض مواد البناء، خاصة البلاط والأدوات الصحية. فنصحني، أخذت بمشورته وبدأت تجارتي في منتصف 1972. فأنا بعد كم شهر أحتفل بمرور 50 سنة على تجارتي. رأس المال بتعجبين اليوم طبعاً الواحد لما يتكلم، هي كانت 5,000 دينار. اليوم 5,000 دينار يعتبر مبلغ بسيط حق تجارة، لكن 5,000 دينار في ذاك الوقت حصلت مبلغ. أنا كنت مجمع بنفسي 3,000 دينار، ووالدتي أعطتني 1,000 دينار، وأخوي المهندس محمد أعطاني 1,000 دينار، فصار المجموع 5,000 دينار. يعني أنا بدأت في سنة 72 ما صار اللي احنا نسميه التضخم المالي. التضخم المالي يصير لما يصير انفتاح ويصير ارتفاع اسعار النفط، فالاسعار ترتفع. في ذاك الوقت الحياة كانت بسيطة، مثل ما يقولون الدينار، طبعا ما زال الدينار لا قيمة، لكن بسبب التضخم الدينار اللي انت كنتي مثلا الواحد خلي نقول يروح الى، في ذاك الوقت ما كان في سوبر ماركت، نسميه البرادة. لما يروح البرادة أو حتى لو السوبر ماركت بس مو بالطريقة المعروفة اليوم، مثلا لما يروح يشتري سلة بإمكانه يشتري مثلا خلينا نقول السلة العادية ممكن يشتري أشياء في حدود دينارين تملي السلة. اليوم نفس دي السلة انت تبين تشترين نفس الأغراض أو مقارب لها كلفك 20 دينار. هذا اللي احنا نسميه التضخم المالي. بحكم ان انا كنت اسافر، يعني احب السفر بحكم ان احبي للطيران، فلما كنت اسافر الى اوروبا بالذات بريطانيا كنت دائما اروح المعارض التجارية، ورحت المعارض التجارية اللي هي في ايطاليا وفي المانيا وفرنسا. طبعاً الشخص لما يسافر يروح إلى المعارض يشوف أشياء ممكن يستفيد منها، يمكن يبتكر منها. في نفس الوقت أخذت شركة مشهورة بعد للبلاط،
خلال ذي المدة تم ابتكار، كان في نوعين اللي هو يسمونه أحواض السباحة، اللي هو البانيو اللي ينحط في الحمام. كان نوعين، نوع الحديد اللي يسمونه كاس ايرون، ونوع حديد خفيف اللي يسمونه بريست ستيل. الحديد غالي ووزنه كثير، لكن ممكن يعمر 30 أو أكثر من 30 سنة. البريست ستيل ما يعمر بس أرخص. في إحدى زياراتي لإنجلترا اكتشفت أن الشركة بدأت تصنع البانيو اللي احنا نسميه البانيو، هو حوض الاستحمام، نوع أكريليك. طبعا الناس كانوا يسمونه فايبر جلاس او اكريليك، بس هو صراحه كان نوعي موجود، بس انا اللي جبت الاكريليك كان احسن. جبت اكريليك، جبت الاكريليك في 1976، وانا اعتبر اول شخص استورد البانيو اكريليك. في 1980، يعني هاي مثل ما قلت لك ميزه السفر، بداوا ينتجون منتج ثاني بعد بانيو بس شوية أكبر، أنه ممكن يزي إلى شخص أو إلى شخصين أو ممكن يزي إلى 4 أشخاص، سموه الجكوزي. في اعتقادي أنا أول واحد جاب الجكوزي في 1980. فطريقة مراحل الحياة العملية، الواحد لما يسافر يشوف يعني أشياء كثيرة. بعد استوردت صحون من نفس الشركة اللي تسوي الأدوات الصحية، تسوي صحون فاخرة اللي اسمها شركة رويال ديلتون. فيبقى بعد الصحون وسويت قسم خاص حق الهدايا. والدتي الله يرحمها كانت تحب تختني الصور المجلات، فكان في صورتين جميلتين عندها وإلى الآن أنا محتفظ فيهم. فكانت هي مهتمة في الصورتين، فأنا قلت لها أنا بيذا لين، قالت هاي الصور حقك. فلما كنت أشوف الصورتين يعني مهمتين، فمنها بدأت. في نفس الوقت والدي الله يرحمه على أساس أنه كان يجيب لي مجسمات الطائرات والصور، فصارت دي الهواية. وطبعا الشخص خلال مراحل حياته يبدأ من المجلات، من النماذج، من كثير من الأشياء. والحمد لله اليوم عندي أنا مجموعة كبيرة من الصور إلى المجلات، والحمد لله عندي العدد الأول مال صحيفة الأهرام 1876، عندي العدد الأول مال أخبار الخليج، عندي بعض الصحف اللي انتهت ما تصدر الحين، وعندي بعض الصور يعني الأثرية. فيعني متى عندي أحب بعد أجمع العملات وأجمع الطوابع، والحمد لله عندي المجموعة الكاملة إلى طوابع البحرين من أول إصدار. طبعا مشاغل الحياة اليوم صعبة، لكن ما زلت يعني راح تتعجبين من غير مبالغة. في يوم من الأيام كان عندي أكثر من 1000 قطعة من نماذج طائرات وسيارات حربية وسفن حربية. اليوم اختزل هالشيء إلى 200 قطعة. شهر رمضان شهر مبارك، شهر فضيل، لا شك أن كل شخص يقول لك رمضان في السابق كان شيء مختلف، لا شك إلى شيء مختلف. بحكم يعني محدودية الأشخاص في ذاك الوقت،
والبلد كانت صغيرة، أهل الحي الكل يعرف الثاني، لكن بتتعجبون على صعوبة المواصلات في ذاك الوقت. كان التزاور والتواصل أكثر من اليوم. الحي مثل ما قلت لك كانت أسرة كبيرة، فالشيء الجميل طبعا حسب ما قرينا في كتب السيرة أن المسلمين يستعدون 6 أشهر قبل رمضان ويودعون رمضان 6 أشهر، يعني معناها السنة كاملة بالنسبة لهم إحساسهم برمضان. طبعا البيوت عندها استعداد، وطبعا من الأشياء اللي أنا أتذكرها يبون أشخاص مثل ما يقولون يطلعون الجدور وينظفونها والأشياء، وكان في أشخاص صفارين خاصين يجون حق هالأشياء. فيعني فعلا كان في استعداد إلى رمضان.